السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم هو مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها. إحنا قلنا الأعداد الصحيحة هي الأعداد السالبة والموجبة والصفر. اليوم راح نشوف شلون نقارنها، يعني شلون نعرف من الأكبر ومن الأصغر، وشلون نرتبها تصاعديا وتنازليا. كذلك احنا لا تتذكرون بالدرس السابق قلنا انه الاعداد الصحيحة دائما من الصفر والاعداد الموجبة هي اكبر من الاعداد السالبة. الاعداد السالبة هي اصغر من الصفر، والاعداد الموجبة اللي هي نعرفها الاعداد الطبيعية اللي كنا ماخذيها بالسنوات السابقة من بالمراحل الابتدائية من الاول للرابع، اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة، هاي تصير اكبر من الصفر. شوفوا هسه عندنا هنا يقول درجة الحرارة في أحد الأيام فصل الشتاء في مركز مدينة أربيل 6 درجات سيليزية، بينما بلغت 3 درجات سيليزية تحت الصفر. وأنا قلت لكم بالدرس السابق أنه أي شيء تحت الصفر، تحت سطح البحر، هذا سالب، وأي شيء فوقه هو موجب. تحت الصفر يعني سالب 3. يقول قارن بين درجتي الحرارة. درجة الحرارة 6 وهنا نسقط سالب 3. احنا ايش قلنا؟ قلنا الموجب دائما اكبر من السالب، فاذا الاكبر هو من اقارن، اذا 6 اكبر من 3. نجي هنا على هذا المثال الثاني، استعمل مستقيم خط الاعداد. مستقيم خط الاعداد من تستخدمه خليها ببالك، دائما الصفر بالنص على الجهة اليسرى، على أول شيء على الجهة اليمنى اللي تكتب بيها الأعداد الموجبة، وعلى الجهة اليسرى على إيدك اليسرى تكون الأعداد السالبة. هذا خط الأعداد، مستقيم الأعداد اللي أستخدمه للمقارنة. شوفوا، فمن أجيب هسه على أرجع على السؤال السابق، إيش قد كان 6؟ هاي 6 من 1 2 3 4 5 6، وبالسالب سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5، هاي سالب 3. شوفوا الفرق، انه 6 اكبر من سالب 3 والصفر اكبر من سالب 3، بس 6 اكبر من الصفر. نجي هسه نرتب تصاعديا وتنازليا. شوفوا، سجلت درجات الحرارة التالية. باعوا عندي درجات الحرارة التالية، ايضا اذا عندي يساوي، هاي بعدين احنا نبينها، هي اذا يساوي سالب 3 مثلا سالب 3 هاي مساواة. احنا هنا ما عندنا هسه مساواة، عندنا لو اكبر لو اصغر. نجي سجل درجة الحرارة التالية، 6 سالب 9 8 سالب 5 1. شوفوا هذه درجات الحرارة اول شيء مرتبة عشوائيا، لازم شريد من عندي لازم ارتب الاعداد، رتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر، يعني تنازليا. من ارتب تنازليا باعوا من اباوا على اعداد، اكبر عدد هو الموجب. منو موجب؟ عندي 2 موجبات، 3 8 والستة والواحد. أكبر واحد 8، يجي وراها منو؟ الستة، والنوبة يجي وراها الواحد. من أجي على الأعداد السالبة، منو أكبر واحد؟ مو سالب 9، لا، سالب 5 هي أكبر من سالب 9. خلوها ببالكم بالسوالب، إحنا نحكي بالعكس، سالب 5 أكبر من سالب 9، زين؟ فراح يصير سالب 5 وبعدين سالب 9. شوفوا ترتيبها على خط الأعداد، لو أبدي بيها باعوا 8 والنوبة 6 والنوبة 1 والنوبة سالب 5 والنوبة سالب 9، زين؟ دائما أقراها من اليمين إلى اليسار، فيصبح ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر، بينما من أريد أرتب تصاعدين أقراها من اليسار إلى اليمين، أقراها من اليسار إلى اليمين، زين؟ نجي هنا على هذا السؤال، يقول صعد حوت من عمق 60 متر. وانا ايضا قلت لكم سابقا انه من يقول عمق يعني سالب. شوفوا هنا ايش قايل لي صعده، ما قال نزله، فمن بقى انه صعد من عمق 60 متر يعني صار موجب 60، ثم عاد للغوص بعمق 70 متر. باعوا هنا 60 متر وهنا شنو؟ 70 متر، هنا موجب وهنا سالب،
فعاد مرة أخرى للصعود إلى سطح الماء للتنفس. اكتب الأعداد الصحيحة ثم رتبها. إحنا شعدنا عدنا صعد 60 والنوبة رجع نزل 70 والنوبة رجع صعد، فمن الصعدة الثانية هي نفسها 70، الصعدة الثانية هي نفسها 70، بس راح يصير ترتيبنا. شوفوا أرتب تصاعديا، تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر، يعني من جهة اليسار على مستقيم الأعداد إلى جهة اليمين، فسالب 70 موجب 60 وموجب 70. زين، هذا أعزائي الطلبة. نتحول إلى فقرة أحل صفحة 13. فقرة أحل صفحة 13. باعوا فقرة أحل صفحة 13. زين، يقول قارن بين العددين مستعملا الرموز أصغر أكبر أو يساوي. أجي 9 بسالب 9. شوفوا احنا دائما قلنا الاعداد الموجبة هي اكبر من الاعداد السالبة، فهنا راح يصير اكبر، 9 اكبر من سالب 9. 56 وسالب 65 بما انه موجب بسالب فمباشرة الاعداد الموجبة. 16 بسالب 17 اعداد موجبة. سالب 52 بسالب 25. شوفوا ذن اثنين هن سوالب، يا هو الاختار اختار الرقم اللي 25 على اعتبار انه هذا اصغر هذا يصير اكبر، بالعكس بالسالب يصير هذا اكبر، فسالب 25. سالب 201 وسالب 102 سالب 102. 30 ب 300 سالب، هذا موجب هذا سالب، اذا الموجب هو اكبر. زين، نجي على السؤال اللي وراء. يقول رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر تصاعديا. سالب 32 سالب 15 سالب 23 سالب 51. إيش قايل لي؟ من الأصغر يعني من جهة اليسار إلى جهة اليمين، أصغر واحد هو سالب السوالب، فكم سالب عندي كلهن بالسوالب، فأصغر واحد هو راح يصير سالب 51. زين، وراها أصغر، خلصت من سالب 51، ايش عندي؟ سالب 32 زين، وراها راح يصير عندي سالب 23، وراها راح يصير سالب 15. اجي هنا أنا سالب 27 17 سالب 27 0 27. أول شيء أبدي بالسوالب، عندي كم وحدة سالب؟ وحدة اثنين، أصغر واحد هو سالب 27. النوبة أجي سالب 17. النوبة أبدي بالموجب، الموجب أرتب مثل ما أني متعلمة، يعني صفر والنوبة 17 والنوبة 27. زين، نجي على السؤال الوراء. رتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر تنازلياً، تنازليا يعني من الأكبر إلى الأصغر. أكبر شيء، شوفوا كلهم بالسوالب، أكبر شيء بالسالب هو أصغر عددا، فسالب 16، فسالب 16. يجي وراها سالب 19، يجي وراها سالب 61، والنوبة سالب 91. زين، أجي على السؤال الوراء. يقول سالب 82 20 سالب 20 0 82، فأصغر واحد هو سالب 82. أنا جاي أرتب من الأكبر إلى الأصغر، فأصغر أكبر واحد إيش راح يصير؟ راح يصير الأعداد الموجبة، فال 82 وراها الصفر، العشرين عندي 20 موجبة وراها الصفر، والنوبة عندي بقى سالب 20 وسالب 82، فأقول سالب 20 هنا وسالب 82 هنا. زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. يقول اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين سالب 21 وسالب 77 التي رقم أحاد كل منها 4 ثم رتبها تصاعديا. تصاعديا يعني شنو؟ من الأصغر إلى الأكبر. أجي هنا أول شيء عدي سالب 24،
خل اكتبهن بالبدايه، وراها اللي احادها 4 منو عندي بعد سالب 34، وراها سالب 44، وراها سالب 54، والنوبة سالب 64، وآخر شيء سالب 74. فمن أرتبها تصاعديا منين قلنا من الأصغر إلى الأكبر، أصغر واحد راح يصير سالب 74، وراها سالب 64، والنوبة سالب 54، والنوبة سالب 44، والنوبة سالب 34، وآخر شيء سالب 24. زين، السؤال الوراء يقول: سجلت درجات الحرارة السيليزية في بعض عواصم الدول كما في الجدول الآتي. هاي شوفوا الجدول: طشقند سالب 5، بغداد سالب 12، موجب 12 عفوا، موسكا سالب 12، وعمان موجب 2. أول شيء أرتب تصاعديا، التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. أصغر دولة اللي هي بالسالب، 2 عندي بالسالب، فسالب 12 والنوبة سالب 5 والنوبة أصعد إلى 2 والنوبة 12. من أرتب تنازليا 12 2 سالب 5 وسالب 12. هذا كل ما موجود أعزائي الطلبة في درسنا لهذا اليوم. أرجع وأذكركم أنه الأعداد عدة أعداد سالبة وأعداد موجبة والصفر. الأعداد الموجبة والصفر هي دائما أكبر من السالب، والسالب أمشي بالعكس، يعني سالب 50 هي أصغر من سالب 10، وهي سالب 1 أكبر من سالب 100، وهكذا. لهنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.